بمناسبة حلول ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام، يقيم القسم النسوي لمكتب الشباب والرياضة المجلس الأعلى الإسلامي المكتب النجف الأشرف مهرجان الفتاة الزينبية حفلاً بهيجاً بهذه المناسبة. إن إحياء هكذا مناسبات ومهرجانات لترسيخ في ذهن الجميع وبالخصوص من هم صغار السن بضرورة الاقتداء بالسيدة زينب عليها السلام كونها القدوة بصبرها وعطائها الكبيران، ونعمل على ترسيخ هكذا مناسبات لكونها تحمل ثقافة أهل البيت عليهم السلام. والآن تتفضل الحاجة أم ميثم مسؤولة القسم النسوي لمكتب الشباب والرياضة بإلقاء كلمتها الترحيبية مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب أجمل ترحيب بسماحة السيد صدر الدين القبنشي دامت بركاته وبالضيوف الكرام وبالزينبيات الأخوات، فأهلاً وسهلاً بالجميع. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بذكرى ولادة النور وسيدة الحور مولاتنا بطلة كربلاء زينب الحوراء عليها السلام. السلام على ابنة الدلائل الواضحات، السلام على البينات والمعجزات الباهرات والبراهين الظاهرات، السلام على مولودة في معقل العصمة والتقى ومهبط الوحي والهدى، والموروثة عظيم الفضل والندى زينب وليدة الأكارم وأم الأكارم وصاحبة المكرمات. اليوم نتعلم من هذه السيدة الطاهرة العفة والشجاعة وكيفية مواجهة الأعداء، نتعلم القوة والصبر. لقد كرم الله النساء مرة أخرى فجعل منهن زينب، ليست الكلمات التي تصف العقيلة الطالبين الحوراء زينب عليها السلام، بل علينا أن نعمل وقف المبادئ التي بنتها وأسستها مع أهلها أهل البيت عليهم السلام، وخاصة تلك الدروس والعبر في معركة الطف الخالدة. فهنيئاً لنا عندما ننتسب باسم الزينبيات لهذه السيدة التي لم يوصل لنا التاريخ إلا القليل من سيرتها، ولو التزاماً بهذا القليل سوف نكون من أفضل النساء. مرة أخرى نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام رسولنا الأعظم صلوات الله وسلامه وعلى آل بيته، وإلى مقام مولانا أمير المؤمنين والسيدة الزهراء عليها السلام، وإلى مقام مولانا المفدى صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه الشريف بذكرى ولادة النور سيدة الحور سيدتنا ومولاتنا بطلة كربلاء زينب بنت علي عليها السلام. أسعد الله أيامنا وأيامكم وأعاده علينا وعليكم بالخير والمن والبركة. كلمات يعني بسيطة بحق السيدة زينب. رشت عطر فاطمية وسلت ورد حيدرية، الكل عائلة شيعية بولادة الحوراء الأنسية مولاتنا الهاشمية. صلوا على محمد وآل محمد. زينب ياهو مثلك شافت الضيم وصارت للمواجع مرجعية، التاريخ يمك يوقف جلال، التاريخ يمك يوقف جلال إلك يا بنت علي وياخذ تحية. بعد طه النبي ما عندنا مخلوق، أشك بيك يا زينب نبية، أشك بيك يا زينب نبية. السيدة زينب هي ثالث أولاد فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب عليه السلام،
ونظراً إلى مكانتها والديها وأخوتها الحسن والحسين عليهم السلام، حظيت السيدة زينب بمكانة عالية، وكانت واحدة من الشخصيات المهمة في العصر الإسلامي. والآن نستمع إلى كلمة ابن الزهراء وابن الشهداء حجة الإسلام والمسلمين السيد صدر الدين القبنشي، مستقبلاً بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على خير الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد. مبارك لكم إن شاء الله هذا اليوم، ورزقنا الله وإياكم شفاعة أئمتنا الأطهار وسيدتنا زينب الكبرى. أشكر القائمين على هذا المهرجان الطيب، بنتنا العزيزة أم ميثم، القسم النسوي، مكتب الشباب والرياضة، شكرا جزيلا على هذه المبادرة، وتقبل الله زيارتكم إن شاء الله للإمام الحسين. أنا ما عندي محاضرة الآن بمقدار ما أشارككم في هذا اللقاء الطيب، لكن وأنا في الطريق من زيارة أمير المؤمنين لكم، حضرني كلام السيدة زينب الكبرى في قصر يزيد عليه لعائن الله. ماذا قالت؟ قالت: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. هذا أثار في مجموعة ملاحظات لكم أقولها. أولا، إحنا في معركة، زينب مو أسير، معركة، هذا أمير وسلطان وجيش وقوات، وهي مكتفة لكن هي داخلة بمعركة. فكذ كيدك واسع سعيك، إلى آخر ما قرأته لكم. هاي قصة أن الدين في معركة، الإسلام في معركة، الإنسان طول حياته في معركة. شلون؟ القرآن الكريم من أول يوم يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه شنو؟ عدوا. يا ناس، يا بني آدم، أنتوا هبطتوا على الأرض ويا أبوكم آدم، ترى معركة بالدنيا، مو سلم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. من هبط آدم أبونا وحواء؟ الله ايش قال؟ اهبطا منها، بعضكم لبعض عدو. احنا في معركة، ما انتهت المعركة، بعد الإمام علي، الحسين، الأئمة الأطهار، هاي ما تزال المعركة موجودة. اليوم أيضا موجودة هاي المعركة على الدين، على الحجاب، على ثقافتنا الإسلامية، على القرآن. قسم بأوروبا يحرقون القرآن، قسم بأوروبا يرسمون صور كاريكاتيرية على رسول الله. يعني معركة حقيقية، معركة حقيقية. قسم يستهزئون بالعباية. هذا أولا. اثنين، القرآن يقول: اتخذوه عدوا، أعدوا لهم ما استطعتم. يعني أنتم مو متفرجين، أنتم مقاتلين رجال ونساء. زينب كانت مقاتلة، مو بالسلاح بس، بمنطقها، بلسانها، بثقافتها، قلبت القصر الأموي قلاب. الوضع تغير، كله تغير خلال يوم. صار يزيد يقول: تعال قعدوا تعزي عندي بالقصر. هاي شلون صارت القضية؟ أمس هي أسيرة،
هسه شنو صار؟ مجلس عقد مجلس تعزية للحسين في قصر يزيد رغم أنفه. هذا شنو؟ خطاب العقيلة زينب. وهل جمعك إلا بدد؟ وهل رأيك إلا فند؟ اتخذوه عدوا، مو تمترجين. اليوم رجال نساء عوائل شهدائنا، انتم مو متفرجين بهذه المعركة، انتم مستهدفين، انتم أبناءكم الجيل الجديد، بناتكم، أولادكم، كلكم مستهدفون هذه المعركة. قد يجب أن نصير مستعدين. القرآن يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كل وحدة منكم المفروض تشعر نفسها ويا زينب الكبرى. شلون ويا زينب؟ يعني معركة، معركة مفروضة علينا وإحنا ما نريدها. زينب ما تريدها بس هي مفروضة عليها. أخذوها أسيرة، لابد تقاتل، لابد تصيح، لابد ترفع صوتها مثل الزهراء. طلعت من بيتها مكسورة الضلع، راحت للمسجد تخطب. مكسورة الضلع تروح تخطب، شو تسوي؟ مجبورة. احنا مجبورين اليوم ان نخوض في هاي المعركة. انت يا نسائنا مستهدفات بهاي المعركة. حجابكم، قيمكم، حسين، زينب، كلكم مستهدفين بهاي المعركة. فشلون نكون نشتغل؟ كل وحدة منكم يجب ان يصير عندها مركز توجيه بالحي اللي هي بي، بالشارع اللي هي بي. عينكم على هذا الجيل الجديد ليروح من ايدكم. ثلاثة، زينب شلون قالت فوالله لا تمحو ذكرنا بضرس قاطع؟ قالت لا ابدا ما تقدر علينا، ابد ما تقدر علينا. تحلف فوالله لا تمحو ذكرنا، يعني شنو؟ يعني الثقة بنصر الله تعالى. احنا يجب عندنا ثقة 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 عالية بأن الله ناصرنا. شوف هاي المواكب الحسينية ايش قد صدام وحزب البعث منعوها، منعوها وعدموا وقتلوا وذبحوا. اخيرا النصر لمن؟ النصر لأهل البيت، لشيعة أهل البيت. وشوف هذا العراق شلون صاير الآن، شوف حركتكم انتوا رجال ونساء، شوفوا زيارات الأئمة الأطهار، شوفوا زيارة الأربعين. وين الأعداء؟ راحوا. قل لزينب وهل جمعك، انت عندك عدد يروح يتلاشى، وهل رأيك إلا فند، وجمعك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، وأيامك إلا عدد. أيام معدودة تعيش. روح، الإسلام يبقى، الدين يبقى، أهل البيت يبقون. هاي الثقة بنصر الله. شوفوا يا بناتنا، أبدا المؤمن ما يوم من الأيام يصير عنده هزيمة. إحنا منتصرين. ليش؟ لأن الله معنا. أكو واحد الله يقول له إن تنصر الله ينصركم ويخاف. الله جاء يقول له أنا أنصرك إن تنصر الله، إن الله يدافع عن الذين. شلون واحد يخاف بعد؟ الثقة بأن طريقنا هذا طريق صحيح، ونوصل إن شاء الله تعالى وننتصر. هاي الثقة. الآن راح تزورون الإمام الحسين كلكم بعضكم، لا أدري إن شاء الله تعالى. إحنا شنو نقرأ في الزيارة؟ نقرأ في الزيارة فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كيف يكون الإنسان حسينيا؟ أنت راح نزورا، كيف تكون مرة حسينية؟ حسينية والوتر الموتور. احنا عندنا ثار مع الكفر، عندنا ثار أمتنا، ثار الأنبياء. أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ احنا هيك نزور صاحب العصر والزمان.
أين الطالب بذحول الأنبياء؟ يعني ثار بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء. أين الطالب بدم المقتول؟ المرة من تروح يزور والرجل يروح يزور يقول أنا كنت أصير حسيني. شلون يعني أصير حسيني؟ حسيني يعني دعاء عرفة حسيني، من كانت مساوئه، من كانت حسناته مساوئ، كيف تكون مساويه مساوي؟ أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ هذا الحسين دعاء عرفة. الحسين يعني الإصرار وعدم التنازل، هيهات من الذلة. الحسين يعني القرآن والسنة. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. الحسين يعني قراءة القرآن. لما طلب ليلة العاشر من المحرم أنهم يمهلوهم ليلة، ليش؟ حتى يقرون القرآن ويصلون، فإن الله يعلم أني أحب تلاوة كتابه. الأخلاق العظيمة، أخلاق الحسين مع حتى مع الفرس. فرس يريد يشرب ماء عطشان، الحسين يقول له أنت عطشان وأنا عطشان، لا والله لا أشرب حتى تشرب. يقدم الفرس على روحه. عشون أخلاق هذه؟ عشون الإنسانية هذه؟ هذا الحسين. إحنا لما نزور الحسين يجب أن نصير حسينيين وحسينيات بكل هاي المجالات: الدعاء، القرآن، العفاف، الحجاب، الصمود، الصبر، هيات من الذلة، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. هذا يعني الحسين. الحمد لله نساءنا في العراق، المرأة العراقية أثبتت كفاءة عالية، كفاءة عالية أثبتت في حضورها الديني، في حضورها الجهادي، في حضورها السياسي، في المعركة ضد داعش، كل كانت المرأة حاضرة كما كان الرجل حاضر. والحمد، هاي تربية أهل البيت، هاي تربية الحسين. اليوم إحنا حينما نعقد مهرجان في ذكرى بطلة كربلاء يجب أن نستوحي كل هاي المعاني. كيف تكوني أنت زينبية؟ يلا كل واحدة تكون تفكر، تعزية تقعد بكي تبكي، بس زينب بس هذا لا، دني كلهن كوني زينبية بكل هالأشياء، دني بالبكاء مطلوب، العزاء مطلوب، مجالس القرآن مطلوبة، مشاركة الشهداء مطلوبة، فتوى المرجعية مطلوبة، بناتنا وثقافتهن وتربيتهن مطلوبة. هاي معنى المرأة الزينبية. انتن كلشن زينبيات، وهذا الحفل من أجل تكريم المرأة الزينبية. شنو سميتوا؟ سميتوا مهرجان الفتاة الزينبية. صدق انت كل واحدة تطبق على الروح، هي زينبية لو مو زينبية. كل هاي الخصال يجب أن نتعلمها إن شاء الله تعالى. أنا أشكركم مرة أخرى، وتقبل الله زيارتكم هنيئا لكم تزورون. حلو زيارة إمام الحسين حلوة. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، وثبت لي قدم صدق عندك. والإنسان درات بالمعركة يهتز يتراجع، بس احنا يسموه حرب ناعمة، يعني معركة ثقافية، أكون ناسا من حرفه، أكله ماكو، أكون حرفه، أكون ثبته. احنا ايش نقرأ بالدعاء والزيارة؟ وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. كل واحدة منكم تراقب بناتها الصغار، أولادها يصلون لو ما يصلون، يعرفون يتوضون لو ما يعرفون يتوضون. هاي الأم تباوع بنتها، تباوع ابنها، ابني تعرف تقرأ سورة الحمد لو ما تعرف، تعرف تصلي صلاة الصبح لو ما تعرف. هاي مسؤوليتكم. عالم الدين ما يقدر يوصل للبيت يربي الأطفال عمره 8 سنين 9 سنين، ما يقدر. أنتوا الأب والأم فقط، غيركم ماكو.
بالمدرسة ماكو شي تربية إلا ما ندر. إذن عليكم هاي المسؤولية يا أمهات ويا أخوات ويا بنات، كلكم هاي المسؤولية إن شاء الله تعالى، وتفتخرون أن كنا زينبيات والحمد لله. والله رزقكم هذا اليوم زيارة الإمام الحسين وهذا الحفل الحلو، تقبل الله. صيروا فرحين، فرحين بشفاعة أهل البيت، صيروا فرحانين. بقد ما شيعي دمعته سريعة بس هو قلبه فرحان بشفاعة محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي أبواب الثناء سندخل، وبأي أبيات القصيدة نعبر، وفي كل لمسة من جودكم وكفكم للمكرمات أسطر. كنت كسحابة معطاء سقت الأرض فأخضرت، كنت ولا زلت كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود. فجزاك عنا أفضل ما جزاء العاملين المخلصين، وبارك الله بك سيدتي ومولاتي زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليك. والآن يا عوائلنا نقول لكم أحبتنا، إن قلت شكراً فشكر لأني وفيكم حق سعيكم، فإن كان السعي مشكوراً، إن جف حبري عن التعبير يكتب قلب به صفاء الحب تعبيراً. كل الشكر والتقدير لحضوركم مهرجان فتاة الزينبي الذي يقيمه قسم النسوي لمكتب الشباب والرياضة المجلس الأعلى النجف الأشرف، والشكر موصول إلى العلوية سناء حسناء مسؤولة الإرشاد والتوجيه في جامعة الإسلامية، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً. ونختم ونقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.